حدث في مثل هذا اليوم الخامس من نوفمبر عام 1956، القوات الفرنسية والبريطانية تحتلان مدينتي بورسعيد وبور فؤاد، وذلك أثناء العدوان الثلاثي على مصر. عام 1914، بريطانيا تحتل قبرص بالتعاون مع فرنسا وتعلنان الحرب على الدولة العثمانية. عام 1937، أدولف هتلر يعقد اجتماعاً سرياً يفصح فيه عن نيته تكوين متنفس على بقعة من الأرض لألمانيا، مما قاد إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. عام 1944، منظمة شترن الصهيونية تغتال الوزير البريطاني المقيم في فلسطين اللورد موين. عام 1967، انقلاب في الجمهورية العربية اليمنية يطيح بالمشير عبد الله السلال أثناء زيارته لبغداد. عام 2008، الإعلان عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما على منافسه الجمهوري جون ماكين، ليصبح أوباما الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.